السلام عليكم ورحمة الله. إذا دائما في إطار الماكسيمات أو ديال التروازيام أسي، اليوم الدرس ديالي لي فيكتور أي ترانسلاسيون. شنو هي لا فيكتور؟ أو بالعربية متجهة، لا فيكتور هي كيكون عندها واحد الأصل اللي هو أ أو كتوصل لبي. هادي تنكتبو أ أ بي، متجهة أ بي. شنو هي أ بي؟ يعني كتمشي من أ إلى بي. أشنا هي المتجهة؟ أولا المتجهة عندها واحد الاتجاه اللي هي لا ديريكسيون، يعني واحد الحامل ديالها اللي هو المستقيم أبي، وعندها لو سونس الاتجاه غادية من أ لبي، وعندها لا لونغور. لا لونغور يعني واحد المسافة، واحد الطول من أ لبي اللي هي أبي، المسافة أبي. هذه هي المتجهة. نعاود ان المتجهة راها كيحملها واحد الحامل اللي هو ابي، المستقيم ابي، ثم لو سونس ديالها راه كتمشي من ا لبي. ما يمكنش نقولوا متجهة ابي ونكتبوا بي ا، نو، مخالفة تماما. هذيك بي ا هي العكس ديال ابي. ولا لونغور يعني المسافة ابي. هادو هما المميزات ديال هاد ديال ديفينيسيون ديال هاد المتجهة. نمشيو دابا لواحد المتجهة اللي كنقولوا متجهة منعدمة، اللي هي صفر وفوق منها متجهة، راه هي مثلا أ أ، أو لا بي بي، أو لا سي سي. أنت في نفس المكان ودرتي لي متجهة نفس النقطة، يعني ما متحققينش الشروط. فين هو؟ فين هي لا ديريكسيون؟ فين هو لو سونس؟ وهذا المسافة. إذا فهي منعدمة. غادي نمر الزاوية الزاوية باردون المتجهتين متساويتين، مثلا أ بي و سي دي. إمتى تنقولو على أن أ بي راها تساوي سي دي؟ إلا كان عندهم ميم ديريكسيون، نفس الحامل. إمتى كيكون نفس الحامل؟ إلا كانت أ بي المستقيم أ بي يعني يوازي المستقيم سي دي. هذا أول شيء، أن الحامل ديال أ بي والحامل ديال سي دي راهما متوازيين لو ميم سونس، لو ميم سونس. شنو هو لو ميم سونس؟ أ غادا لجهة بي و سي غادا لجهة بي. ما قلتش أ غادا لجهة بي و دي سي، لا، ما قلتهاش نهائيا. قلنا أ بي و سي دي، يعني لو ميم سونس. إذا ونفس المسافة، لا ميم لونغور، لا ميم لونغور، تكون عندهم لا ميم لونغور. أي سي دي إتيكالا أ بي. لاحظوا دائما كنسبقو سي دي أ بي، سي دي و أ بي، يعني ما كنقولش دي سي و أ بي، نو، قلنا نفس لا ميم سونس، لا ميم ديريكسيون، أي لا ميم لونغور. إذا هذا من جهة، ومن جهة أخرى دابا غنديرو لا سوم ديال دو فيكتور، سوم دو فيكتور. هنا ثلاثة ديال النقاط أ، مثلا بي سي، عندنا واحد الفيكتور اللي هي أ بي، وعندنا واحد الفيكتور اللي هي أ سي، كيما كانو في المستوى. إلا درنا أ بي بلوس أ سي، راه كاينه واحد النقطه كيما كانت في المستوى، كاينه واحد النقطه ماشي كيما كانت، كاينه واحد النقطه في المستوى اللي هي سميتها ام، كتحقق لي واحد الشرط اللي هي ا ام، اللي هي ا ام. اذا هاد ا بي بلس ا سي كنديرو ا بي بلس ا سي راه كتساوي ا ام، كتساوي ا ام. وايضا الى عندنا نقط في المستوى، الى عندي ا بي مثلا كتساوي سي ان، هذه بعدا انا نعرفوها باش نمسح هذا. الى عندي بعض النقاط ا بي سي دي، شنو كنلاحظوا؟ قلنا
دو فيكتور اللي هما متقايسين. دونك ا بي الا كانت ا بي راه كتساوي سي دي، شنو تيبان لينا الا كانوا هادو متقايسين؟ انا ا بي سي دي راه سي تان باراليلوغرام. الا عندنا 4 بوين راه هاد الرباعي هذا هاد الكادريلاتير راه هادي سينيفي كو ا بي سي دي اي ان باراليلوغرام اي تان باراليلو يعني متوازي الاضلاع، وهذا كادريلاتير يعني رباعي. باردون. اذا هادو هما الشروط الاولى او التعريف الاولي ديال الفيكتور. عندنا تعريف اخر، اذا غادي نضيفوه كو ا بي هاد المتجه هادي ا بي اللي غادي من ا ل بي راه عندها واحد لو بوزون ديالها اللي هي ناقص اللي هي بي ا، وهي هادي هي هادي بي ا. انا غادي نصايب هنا بي بي ا بي ا غير هادي جبتها لهنايا بي ا غادا من بي ل ا، هي هادي بي ا هي لو بوزون ديالها، و تنقولو بي ا هي لو بوزون ديال ا بي. اذا تنقولو ا بي لو بوزون ديالها هي ناقص ا بي او بيان بي ا، عندهم نفس لا ديريكسيون لو ميم لا ميم لونغور، مي لو سونس هو اللي مختلف. لو سونس راه اي كونترير، هذه غاديه من ا ل بي والاخرى غاديه من بي ل بي ا بي ل بي ا، يعني لو سونس هو اللي مختلف. يعني منين غاديه من الاصل، الاصل ديالها هذه بي ا بي والاخرى الاصل ديالها بي ا، مفهوم؟ اذا تنقولوا هذه فيكتور اوبوزونت، هذه الفيكتور اوبوزونت. غادي نمروا العلاقات شال او بيان لا غولاسيون دو شال. انا دائما عندي واحد ا بي نقط وعندي واحد لو بوين ان في لو بلان، دائما تنقولوا كو ا بي ا ام بلس ام بي اتجاه ا بي. دائما الا كانت واحد النقطه مفرقه جوج ديال النقط وكانوا في المستوى وغير مستقيميه، تنقولوا كو ا ام زائد ام بي راهي علاقه شال، ماشي بالضروره تكون. المهم ان ا بي، شوفوا الجوانب ديال لي فيكتور بجوج، تنقولو كو ا ام زائد ام بي ايتيكالا ا بي. هادي هي لا غولاسيون دو شال ولا علاقات شال. هادو هما لي فيكتور. غادي نجيو لا ترانسلاسيون. شنو هي ترانسلاسيون؟ مثلا عندي واحد فيكتور ا بي، تنقولي كو ا بي اولا ا بريم اي ليماج الصورة اكزومبل دو ا par la translation de vecteur AB. La translation de vecteur AB. Had appris par l'image de A par la translation AB. Et la seconde. أو غادي نغير غندير ان باش ما تلفوش، غندير ان. عندنا واحد فيكتور ا بي وبغينا واحد الازاحه، واحد لا ترانسلاسيون لي عندنا اللي كتعطينا واحد ليماج دان بوين ام بريم ام بريم، واحد ليماج ديال بوين ام بار لا ترانسلاسيون ديال فيكتور ا بي او بيان كي ترانسفورم ا بي. الوغ ام بريم اي ليماج de m par la translation de Isaha par la translation de qui transforme je mets les fauches qui transforme a à b
شنو هي أبي؟ كتمشي من أبي. غادي نعاود هاد أبي هنا. مثلا عندي ام هنا، شنو هي المعنى ديالها؟ كو ام ام بريم راه كتساوي هاد ابي. هادي كتعني كو ابي ايتيغالا ام ام بريم، يعني هاد الرباعي دائما كيعطيني واحد باراليلو واحد باراليلوغرام. هادي هي لا ترانسلاسيون، هادي هي الازاحه. اذا كنسميوها لا ترانسلاسيون، هادي كنسميوها ت، كتسمى ت لا ترانسلاسيون ت. وممكن اننا نترانسفورمي ان سيغمون، هذا ان بوين، وعندنا ثاني ان سيغمون مثلا واحد سيغمون ام ان. شنو كنديرو؟ كنديرو هي ان بريم، وكنمشيو ال ان بريم. كنولي كتولي عندي ا بي تيغالا ان ان بريم تيغالا ان ان بريم. يعني هادو بثلاثة متقيسين. عندنا اوسي لا ترونسلاسيون ديال السيركل نفس الشيء، و ترونسلاسيون ديال ديال لي زونغل، يعني نفس الطريقة. كندير غير لا ترونسلاسيون ديال نقطة بنقطة، كندير هاد النقطة مع 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 النقطة الأخرى، هي عطاتني ان سيغمون. ها هو نفس سيغمون، عنده نفس القياس، نفس المسافة. إذا كنتمنى أنني وفيت الدرس ديال الترانسلاسيون. إذا شكرا لكم على تتبع ديالكم القناة، وإن شاء الله إلى فيديو آخر. وما تخلوش عليا بلي لايك وبالبارتاج ديال القناة مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.